وللحديث أكثر عن سياسة بيع النفط العراقي عن طريق الرهن وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، تنضم إلينا الدكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتورة. أهلا بك أستاذ. دكتورة، بالرهن وبسعر بخس يباع النفط العراقي، هل الأزمة المالية يمكن أن تكون مبررا لسياسة بيع النفط بهذه الطريقة؟ مساء الخير عليك أستاذ أسهل وعلى السادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذا من الأشياء التي تثير الاستغراب هو اتخاذ الحكومة العراقية بشأن هذا الموضوع اللي هو رهن النفط العراقي، أو بشأن هذه العملية الغريبة جدا، يعني لم يسعى العراق إلها سابقا، وسعت إلها بعض الدول ولكن عددها جدا قليل، يعني في حالات جدا محددة مثل تشاد وجمهورية الكونغو. إذا إحنا هنا أمام مشكلة جدا كبيرة، هو أن نورد النفط مدة 5 سنوات لمجاميع أو لشركات عالمية ويكون على شكل 4 ملايين كما ذكرتم بتقريركم، 4 ملايين برميل شهريا، يعني وبسعر غير محدد، في يعني قد يحدد في الوقت الحاضر وقد يكون منخفض، ولكن قد يرتفع هذا السعر عند التسليم، لأن التسليم سيكون في 2021 و2022، وبالتالي قد يكون السعر ارتفع أكثر من ذلك، ولكن سيكون هنالك عدم استفادة من هذه الحالة. بالتالي يعني احنا عندما يتخذ العراق مثل هذه الحالة ويرهن النفط بهذا الشكل، يعني حتى وإن كان انه على الأساس انه يتم تسليم الكمية من النفط فقط للسنة الأولى مثل ما ذكرتم أيضا بتقريركم هي ال5 سنوات، ولكن في السنة الأولى سيتم تسليم الكمية المحددة للسنة الأولى، ولكن المشتري سيدفع جميع المبالغ اللي هي منصوص عليها حوالي 2 مليار دولار عند توقيع العقد حالا. يعني اولا هي 2 مليار دولار سوف لن تجدي نفعا للاقتصاد العراقي في يومنا هذا، وبالتالي كنا نعرف ان الرواتب والمستحقات الماليه والتقاعديه وكل النفقات التشغيليه اشارت الها احدى الجهات الدوليه الى انها تصل الى 7 مليار دولار. طيب هاي 2 مليار دولار احنا ما الفائده منها؟ ما الجدوى منها؟ يعني بالنتيجه انها سوف لن تحل مشكله الا يمكن في شهر او حتى اقل من شهر. لماذا يصار الا مثل هذه الخطوه؟ هذا هو السؤال الذي يبقى مطروحا امام الحكومه العراقيه. طيب. نعم. وكاله بلومبرغ كشفت عن رساله من الكاظمي بعث بها الى شركات النفط، وبعث باقتراح توريد مدته 5 سنوات بدفع مقدم. كيف يتم تسعير البيع في مثل هذه العقود، والى اي مدى يعني هذه العقود مفيده للاقتصاديات بشكل عام؟ نعم، هي هنا المشكله هنا انه انت سوف لن تستفاد من اسعار النفط اللي في حاله ارتفاعها، وبالتالي انت ستكون يعني محدد بالسعر الحالي الذي انت موجود عليه، فقد يكون منخفض جدا وهو فعلا الان منخفض جدا. هذا جانب. جانب آخر أن السؤال عندما سيتم توريد 4 ملايين برميل شهريا، طيب هذا هو جزء من الإنتاج الكلي للعراق أم أنه إنتاج إضافي؟ هل هو سيكون محسوب على هذا كمية الإنتاج على سقوف منظمة أوبيك؟ كيف سيكون التعامل مع أوبيك بلاس؟ يعني هي مجموعة أمور ليست بالسهولة اتخاذ القرار بهذا الشكل، وبالتالي لذلك هنالك غرابة جدا في اتخاذ مثل هذه الخطوة. نعم. طيب، مصطفى الكاظمي يعترف أنه هنالك مشاكل لدى حكومته ولدى البرلمان وأخطاء في قانون الاقتراض المالي، يعني هل يكون نتيجة ذلك الحل هو رهن نفط العراق؟ لا، بالتأكيد هو ليس هو هذا الحل، ولكن أشير في تقرير دولي آخر أن العراق سحب من احتياطاته من العملات، واحد، أن العراق 12 مليار دولار اقترض
ولكنها يعني انتهت هذه الكمية، وكذلك الاقتراض الداخلي الذي عمل عليه يقال أنه استنفذ. وكذلك يشير نقطة ثالثة إلى أن العجز في الموازنة في هذا العام وصل إلى 60 مليار دولار. فبالنتيجة أن وجود هذه الثلاث عوامل اللي هي ما بين سحب الاحتياطات وما بين الاقتراض الداخلي والعجز في الموازنة جعلت السيد الكاظمي أن يتخذ هذه الخطوة، ولكن هي هذه خطوة يعني ليس فيها أي فائدة ولا جدوى منها، وبالتالي ستدخل العراق في مشكلة كثيرة. هو سرق لثروات العراق وبالتالي الموارد الاقتصادية، وبالتالي يتنافى حتى مع مواد الدستور بأن هذه المادة هي للشعب العراقي ويجب أن يستفاد منها. نعم، إذا كان الكاظمي يعاني من نقص في السيولة، هل الحل أن يباع النفط العراقي بمبالغ زهيدة عاجلة، أم أن الحل يجب أن يكون عن طريق البحث عن حلول إبداعية أو حتى تقليدية كترشيد النفقات أو محاربة الفساد؟ إذا كان يحتاج ملياري دولار فيستطيع إعادة جزء من الأموال العراقية أو إعادة ما سرقه مسؤول سياسي واعد في أوروبا مثلا لاستعادة هذا المبلغ. نعم أكيد، يشار أيضا من بين التقارير الدولية أن العراق وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يعمل على القضاء على الفساد، وبالتالي محاصرة هذه العملية والأناس اللي هم يعني قائمين عليها الفساد كله، وهذا من جهة. من جهة أخرى الترشيد الذي ذكرته حضرتك، أيضا العراق غير قادر على أن يقوم بترشيد نفقاته، والدليل على ذلك يشير تقرير دولي بأن نفقات العراق في الشهر الماضي يعني الشهر العاشر بلغت 7 مليارات دولار، بما فيها يعني هذه الرواتب والمستحقات التقاعدية وإلى آخره. ولكن يشير أيضا أن العراق لم يحصل على إيرادات أكثر من 3 مليارات و 600 مليون دولار، فهذه الفجوة اللي هي ما بين 3 مليارات و 7 مليارات، هذه الفجوة الكبيرة التي هي احنا في صددها الآن، هو هذا جزء من التبذير، وبالتالي كان لهم أجدى لهم أن يفكروا يعني كما أشير أيضا في التقرير الدولي، كان أجدى بهم أن يفكروا بمسألة الضرائب الجمركية، بكثير من المنافذ الحدودية وكثير من المستحقات المالية الأخرى التي كانت ساعدت العراق، ولا أن يفكروا في الذهاب جزء منها أن يعملوا على رهن النفط العراقي. نعم. وبالتالي يذهبوا إلى مثل هذه الحلول الغير المجدية. نعم. عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.